أخوة ضباط قيادة شرطة محافظة نينوى معاونين وأمري أفواج ومدراء أقسام ومدراء شعب، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا المؤتمر الدوري الموسع الذي انعقد هذا اليوم من أجل الوقوف على عدد من النقاط المهمة التي تخص عملنا في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة إن شاء الله. بدءاً أتقدم بالشكر الجزيل لكافة الأخوة الضباط ومن خلالهم بقية الضباط والمنتسبين لما بذلتموه من جهود استثنائية وجهود بناءة في المرحلة المقبلة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في عملكم وأن تكونوا بأحسن صحة وأحسن عال أنتم وعوائلكم إن شاء الله، وأن يبعد عنكم البلاء والوباء إنه سميع مجيب. إخواني الأعزاء، الكل يعلم أننا بعد أيام معدودات وبعد أقل من 20 يوم ستجري انتخابات مجلس النواب العراقي، وموعد الانتخابات أصبح قاب قوسين أو أدنى، والمطلوب من الجميع أن يكون بمستوى الحدث وبمستوى المسؤولية. واجبنا كقيادة شرطة محافظة نينوى سيقع على عاتقنا جهد كبير ودور رئيسي مهم في هذه العملية من خلال تأمين أجواء انتخابية وآمنة لكافة الأخوة المواطنين الأعزاء. الآن وبعد الخطة التي تم وضعها والمصادقة عليها من قبل المراجع، أعرف كل ضابط وكل منتسب واجبه في مراكز الاقتراع، فالالتزام بهذا بصورة حرفية، ونؤكد وخصوصا في يوم الاقتراع الخاص والتصويت العام على عدم التدخل في موضوع الانتخابات بصورة عامة. المواطن والفرد حر باختيار من يشاء. كل المرشحين سبق وأن قلنا ونؤكد هم محل احترام وتقدير. صندوق الاقتراع هو الفيصل في هذا المجال.